لحام معدني أو الصدور مهارة وإتقان لكنه نشاط مكلف. والسبب ماكينات اللحام أو آلات اللحام غالية بزاف. هذه إحدى ماكينات اللحام الاقتصادية اللي ننصحوا بها الجميع، لأن عندها معايير أوروبية، الصانع تاعها مهتم بزاف بالجودة. هذه تلحم الأمامة أو الباقيط حسب السوادرة واللحامين، السعر تاعها مناسب، تستعمل العمل الخفيف وحتى العمل الاحترافي، حجمها صغير متوسط. الوزن تاع الأول هذا اللي على اليمنى 3.4 كيلوغرام والثاني 4.4 كيلوغرام. الوزن ممكن ما يعبرش لأنني جايكم في الشرح. الجسم تاعها معدني، على حسب اللحامين مدت نتيجة مرضية سهلة تهزها، خفيفة تقدر تنقلها لأي مكان. الأول يسميوه 350 250، الناس حاطة 250 هذاك هو الأمبيراج تاعها. لا غلط، هذا الأول يخدم حتى 140 أمبير، الثاني الكبير هذا 350 يخدم حتى 880 أمبير، يبدأ من 20 أمبير حتى 180. الجهاز فيه ميزات جيدة على حسب الشرح والتفاصيل. عنده معايير أوروبية، الجهاز محمي ضد العوامل البيئية، خاصة لأن اللحام راح يخدم برا، راح يخدم في الكراج. خاصة شوف العوامل البيئية هي تسرب الأجسام الصلبة. فيه حماية IP21S، محمي من تسرب الأجسام الصلبة حتى 12 ملليمتر، وحتى من تنقيط المياه. القطرة مثلا كي تصب القطرة ما تدخلش، أو محمي مليح. هذه مهمة الناس ما تولاش لنظام الحماية. أهم ميزة في النوع هذا لاحظوها جميع السوادرة اللحامين اللي جربوه، هي أنه ما يسخنش. قال اللحامين يقول لك هذا النوع الكزوبر هذا نخدم به النهار كامل ما يسخنش. وش هو السبب؟ أنه الصانع ركز على درجة الحماية تاعو توصل لدرجة F. الآخرين المغشوشين والعاديين وهذيك ما توصلش لـ F، تلقاها بي. الاف واش تعني؟ انه يقدر يتحمل درجه الحراره العاليه، تخدم نهار كامل تلقاه ما يسخنش ويبقى يخدم ما يتعبش. واللي تلقاه يسخنوا يوصل لواحد الدرجه معينه تلقاه يحبس، والله لازمك تخليه يبرد باه تعاود تخدم. هذا يقدر يخدم لك الباقيط من 1.6 حتى 5 ملم. نعم 5 ملم، وجربوه ثاني ولقاوه ناجح صح. 5 ملم فيه تهويه مليحه، فيه الجسم معدني، فيه مروحة خلفية للتبريد، خفيف، فيه ذراع ألومنيوم ما يتكسرش. نعطيكم تفاصيل على الباقيط اللي يقدر يخدمها. يقدر يخدم من صفر الله باقيط 1 ملليمتر، 1 ملليمتر يخدم من 20 حتى 60 أمبير، تقدر تقول من 20.8 حتى 22.4 فولت. 1.6 يخدم من 44 حتى 84 امبير. الخمسة الباقيط 5 ملليمتر تخدم من 128 حتى 220. السما هذا تاع 140 تاع 140 يخدم لك حتى الباقيط، السما هذا يخدم لك حتى الباقيط 4 140، هذا يخدم لك حتى الباقيط 5. السيسة يتبدا من 220 وطلع 220 يولي يقدر لك يخدم الالومنيوم. مهم هذا يخدم لك حتى الباقيط 5. اهم ميزه فيه هي انه يخدم بتقنيه الانفرتر. تقنيه الانفرتر هي تقنيه متطوره حبست الخدمه تاع البوستا سودي بترانسفورماتور تاع بكري الثقال. هذوك دوكا ولاو خفاف، هذا هو السبب تاع الخفه تاعهم وكفاءه التلحيم. تقنية الانفرتر هي تقنية تسمح بتحويل التيار الكهربائي المباشر دي سي الاي سي متردد، تمد طاقة تلحيم مناسبة عن طريق توليد تيار عالي بترددات مختلفة. لهذا تلقاوها خفيفة في الوزن عكس تاع بكري اللي استخدم ترانسفورماتور. تقنية الانفرتر اللي في هادو لي بوستا سودي تمد تسمح للمصمم والمهندسين انهم يمدوا تصميم اخف وزن واكثر كفاءة، حتى في استهلاك الكهرباء تلقاه يستهلك قليل مش كيما تبكري هذوك، وتحكم افضل في التلحيم سهله. خلاص الانفرتر مشي هكذا تحكم، حتى التلحيم ثاني سهل. الخيط الثاني تاعو ثاني مليح بزاف، شوف مليح الرموز هذه التاف هذه التي يو في هذه
معناتها انه مصادق من الشركه الالمانيه تيوفي، هذه هي اللي تمد المعايير العاليه تاع كابلات التلحيم، كابلات التلحيم ولا كابلات الكهرباء. يا رمز هذا يعني ثاني رمز هذا دي اش دي اش او ا دي، هذه مهم. هذا يعني ان الكابل لحام مصمم يتحمل التيارات العاليه والبيئات الصعبه، وانه مرن طري بشكل خاص مناسب للاستخدام والتطبيقات اللي تطلب حركه مستمره كما عمليه التلحيم. الكابل عريض مليح، راك تشوفوا تاعو المساحه الداخليه 16 ملم مربع، خشين طري، مهم مصادق من الشركه الالمانيه مليح. المشبك تاعو من النحاس الخشين، المشبك اللي نركبوه في المعدن، المشبك تاع الباكيت ثاني مليح، الفتوحات تاعو ثاني عريضه ومليحه. مهم جهاز ننصح به الجميع اللي خدموا به كامل شكروه، ما فيهش المشاكل، ما يخدم عده سنوات، نشعلوا واحد ونجربوه. اسمع المروحه تاعو، المروحه تاعو الحركه تاعها تبين لك باللي كفاءه التبريد عاليه. نطلعوا له الامبيراج ونشوفوا، رانا في 69 في 70، هذا 140 امبير، رانا في 200. نبيك هنا تصرع عمليه الغش، الجماعات تلقاهم يكتبوا لك في الشاشه 250 او مش المقصود بها 250 امبير، هذا 140 امبير كامل يقول لك كم يوصلوا. جماعه شوف اللي تلقاهم فوق 200 تلقاهم غاليين، ما مش هما. هنا تصرع عمليه الغش في الشاشات هذه، ما يقصدوش بها 250 امبير. انتبه تعرف الامبيراج تاعو، اروح للجدول اللي هنا، هنا تعرف الامبيراج الحقيقي، هذا هو الامبيراج الحقيقي، ها 140 امبير في 24 فولت يخدم لك بال 108 امبير، في 25 فولت يخدم لك بال 140 امبير. مهم اللي مهتم بهذا جهاز التلحيم ننصح به الجميع، حاجه مليحه متقنه تخدم لك لوقت طويل، وتخدم لك في ورشه ولا في منزل ولا في مزرعه. الفيديو شويه طويل بصح بربي ان شاء الله نزيدو نعطيكم شرح كبير عليه. تجي مع هذه الفرشات المعدنيه وتجي مع هذا القناع، ما ننصحش به هذا، كاين اقنعه مليحه. مهم كاين في 140، كاين حتى اللي يحب، كاين حتى تاع الميغ ماغ واللي يخدموا بالارغون.